أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة التحليلية الجديدة. في هذه المتابعة لدينا ملفان، الملف الأول هو انطلاق اجتماعات جماعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين تمهيدا لاجتماعات وزراء الخارجية العرب الأربعاء القادم بإذن الله. في هذه الاجتماعات نوقشت الكثير من التفاهمات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية. هذا هو الملف الأول. الملف الثاني هي قمة إفريقيا للمناخ، هذه القمة التي تنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، ويشارك فيها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعود إلى الملف الأول والذي نبدأ فيه مع حضراتكم، حيث انطلقت بجماعة الدول العربية اليوم أعمال الدورة رقم 160 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المملكة المغربية خلفا لجمهورية مصر العربية. ويبحث المندوبون الدائمون على مدى يومين البنود المدرجة على جدول أعمال دورة المجلس على مستوى وزراء الخارجية التي تبدأ أعمالها بعد غد الأربعاء. على مستوى المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية عقدت فعاليات أعمال الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة المملكة المغربية خلفا لجمهورية مصر العربية، وذلك استعدادا لمجلس وزراء الخارجية العرب. نحن الآن قد تولينا رئاسة الدورة 160، وتزامنت هذه الرئاسة مع حدثين أساسيين. الحدث الأول هو الإعداد للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستحتضنها الشقيقة موريتانيا في شهر نوفمبر المقبل، وكذلك الإعداد للقمة المقبلة التي ستترأسها الشقيقة مملكة البحرين. مصر اليوم سلمت الرئاسة إلى المملكة المغربية، كان هناك إشادة من قبل المملكة المغربية بالدور المصري خلال رئاستها لهذه الدورة على مدى الشهور الست الماضية. مصر استطاعت أن تقود العمل العربي المشترك من مارس وحتى سبتمبر، عقدت أكثر من اجتماعات سواء على المستوى الوزاري أو المندوبين الدائمين لمواكبة التطورات خاصة الأوضاع في السودان الشقيق. يبحث المندوبون الدائمون على مدى يومين البنود المدرجة على جدول أعمال دورة المجلس على مستوى وزراء الخارجية، وتشمل 9 بنود رئيسية يتصدرها القضية الفلسطينية وآخر تطورات القضايا العربية. بتأتي القضية الفلسطينية على رأس أولويات العمل العربي المشترك باعتبارها القضية المحورية لكافة الدول العربية، فسيتم مناقشة بنود الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمن الماء العربي وسرقة الاحتلال الإسرائيلي للمياه العربية، الانتهاكات في القدس في مدينة القدس، بالإضافة إلى مناقشة العديد من التهديدات التي تواجه الأمن العربي مثل الجزر، التهديد الإيراني للأمن الخليج والجزر الإماراتية. خلال الاجتماع يتم بحث الإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها في شهر نوفمبر القادم في دورتها الخامسة في موريتانيا، وأهمية رسم الاستراتيجية العربية المشتركة على المستوى الاقتصادي لدعم ملف الأمن الغذائي العربي. يأتي هذا الاجتماع في ظل استعداد الجامعة العربية لاجتماع وزراء الخارجية العرب من خلال دعم مختلف القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية في ظل التعنت الإسرائيلي ومحاولة تهويد القدس، وكذلك دعم التحركات العربية على المستوى الدبلوماسي للحفاظ على الحقوق الفلسطينية. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، النيل. وللمزيد من المتابعة والتحليل بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عمرو يحيى مدير تحرير الأهرام للشؤون الدبلوماسية ولجامعة الدول العربية. أستاذ عمرو تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا يا فندم، وتحياتي لمشاهدينك الكرام. أستاذ عمرو، يعني أسمعك بصعوبة، هل تسمعني بوضوح؟ أسمعك بوضوح يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ عمرو. يعني في تقديرك أبرز ما يمكن أن ترصده أنت حول بداية اجتماعات الدورة رقم 160 لاجتماعات جماعة الدول العربية؟ في البداية بنؤكد أنه تم انتقال لرئاسة اجتماعات مجلس جماعة الدول العربية على مستوى المندوبين من مصر، حيث قام السفير محمد عرفي بتسليم رئاسة اجتماعات الدورة إلى دولة المغرب الشقيق برئاسة السفير أحمد الكتازي سفير المملكة المغربية لدى مصر ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية. ترأس الاجتماعات السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماعات المندوبين الدائمين لتناول العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية أيضا. تم طبعا التركيز على القضية الفلسطينية باعتبارها محور القضايا العربية والصراع العربي الإسرائيلي وتطورات القضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، وكذلك أيضا تم مناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة إلى جانب التطرق إلى الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية، بالإضافة أيضا إلى قضية الجولان العربي السوري المحتل. أيضا تم تناول الأوضاع في الدول العربية مثل ليبيا واليمن والسودان والصومال، إلى جانب طبعا الأمن العربي في منطقة الخليج والتهديدات الإيرانية ومنها طبعا قضية الجزر الإماراتية. تناولت الاجتماعات أيضا قضية التضامن العربي مع لبنان وأيضا إمدادات الطاقة في الخليج العربي. اتفضل يا فندم. أستاذ عمرو، بالتأكيد يعني هذه الدورة وهذه الاجتماعات بتأتي في توقيت مهم لأنها بتستبق العديد من القمم، القمة العربية المسمعة في البحرين، القمة الاقتصادية التنموية في موريتانيا، أو القمة العربية الإفريقية اللي هتستضيفها على ما يبدو السعودية. يعني في تقديرك إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الاجتماعات بداية صياغة حقيقية لهذه القمم المهمة التي تأتي في ظل الكثير من التحديات التي تواجه المنطقة؟ في الحقيقة ينبغي أن نؤكد أن نتائج هذه الاجتماعات سوف يتم رفعها لتوصيات المندوبين الدائمين والقضايا المطروحة على جدول الأعمال ليتم مناقشتها أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده يوم الأربعاء القادم، إلى جانب في الأيام السابقة شهدت جامعة الدول العربية انعقاد لقاءات للتمهيد لانعقاد القمة العربية التنموية والاقتصادية اللي ستعقد فعلا في موريتانيا خلال شهر نوفمبر القادم. الاجتماعات سوف ترفع توصياتها ليتم مناقشتها على مستويات القمة وعلى مستويات وزراء الخارجية العرب، وهناك حالة حراك. يعني دعنا نؤكد مثلا أن مندوب فلسطين السفير مهند العكلوب أكد في كلماته اليوم أمام الاجتماع على أهمية إنشاء آلية مثلا لتنسيق العمل العربي في دعم القضية الفلسطينية، تمام، ودعم أهل القدس من خلال مثلا المنظمات والمؤسسات ذات الطابع الخيري لدعم أهل القدس في مواجهة الممارسات الإسرائيلية. فبالتالي كل الاجتماعات بتطلع بنتائج أو بتخرج بنتائج عملية، مثلا برضو من ضمن ما طرح مثلا من الجانب الفلسطيني ان مثلا تم التأكيد على ان مثلا الحكومة الإسرائيلية الموجودة حاليا هي الحكومة الأكثر تطرقا في تاريخ في تاريخ دولة الاحتلال، وبالتالي ينبغي ألا يتم النظر لها بعين الاعتبار في أي تقارب عربي، وان هي بتمارس سياسات تعسفية ضد الشعب الفلسطيني المسالم، وان محل العلاقات في التعامل مع سلطة الاحتلال الاسرائيلي هي المحاكم الدولية وليس في العواصم والاجتماعات ايضا. ويمكن مندوب فلسطين طالب الامين العام للامم المتحدة في كلمته بضرورة وضع اسرائيل على قائمة العار الاممية خاصة في قضايا قتل الاطفال وانتهاك الحقوق الانسان. يعني دعنا نؤكد ان هذه الاجتماعات بتؤكد على السياسه الخارجيه العربيه الموحده تجاه القضيه الفلسطينيه والانتهاكات الاسرائيليه تجاه اشقائنا في الاراضي الفلسطينيه. طيب استاذ عمرو، بالتاكيد يعني القضيه السودانيه حظيت بمتابعة أيضا في هذه الاجتماعات، يعني كيف كانت المناقشات وإلى أي مدى تطرقت المناقشات في هذا الملف تحديدا؟ السياسة العربية اللي تتبناها جماعة الدول العربية والدول العربية على مستوى المندوبين سياسة بتدعو طبعا إلى وقف إطلاق النار، عودة التهدئة، الحفاظ على وحدة السودان،
ويمكن سبق هذه الاجتماعات اجتماعات لاحقه خلال الايام الماضيه في اطار التحضير للقمه الثانويه العربيه الاقتصاديه والاجتماعيه في موريتانيا، اكدت على ضروره الحفاظ على الثروه الموسم الزراعي للسودان. وده يمكن معالي الامين العام احمد ابو الغيط اكد عليه في كلماته السابقه منذ ايام خلال الاجتماعات التي جرت في جامعه الدول العربيه. الاجتماعات ايضا تطرقت لقضيه السودان باعتبارها يعني طبعا في اطار العلاقات العربيه وحرص، واكد كابتن مندوبين على حرص على الحفاظ على الامن القومي العربي. شكرا جزيلا، اشكرك الاستاذ عمرو يحيى مدير تحرير الاهرام لشؤون الدبلوماسيه والجامعه العربيه، شكرا جزيلا. ايضا بتنضم الينا عبر الهاتف الاستاذه شاهناز عزمي مدير تحرير روزا اليوسف. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. ابرز النقاط الاساسيه التي يمكن التركيز عليها من خلال متابعه سيادتك لاعمال الدوره 160 على مستوى جامعه الدول العربيه. والله النهاردة على هامش الدورة وهي مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين في مستجدات بخصوص القضية الفلسطينية من خلال أربع اجتماعات وزارية. وأهمها إن هم دلوقتي حتى الآن ما زال الاجتماع على مستوى المندوبين حتى سيستمر حتى الساعة 10 مساء، هذا من بعض المعلومات التي علمتها. وعلى أولوية القضايا التي سيتناولوها التي ستعرض على مجلس وزراء الخارجية العرب بعد غد، وهي القضية الفلسطينية وأهمها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتمسك بمبادرة السلام العربية كطريق وحيد للسلام وعدم قانونية الاستيطان. أهم حاجة ستعقد بعد غد في وزراء الخارجية والتي يتناقشون فيها مندوبين جامعة الدول العربية الآن، وهي تشكيل لجنتين وزريتين خاصيتين بالقضية الفلسطينية والتي أقرتها القمة العربية على هامش الدورة 160، وهما لجنة دعم فلسطين رباعية المهام برئاسة المملكة العربية السعودية، واللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالقدس برئاسة الأردن. وعلى هامش هذا الأمر برضو مجلس الجامعة هينعقد في ظل عدوان إسرائيلي متواصل، وأيضا قضايا الأسرى ستحظى بالأولوية من خلال اجتماع وزراء الخارجية بعد غد. شكرا جدا الأستاذة شاهناز عزمي مدير تحرير روزا اليوسف، شكرا جزيلا. بنتقل مع حضراتكم مشاهدين الكرام للملف الثاني في هذه المتابعة التحليلية، قمة المناخ الإفريقية التي تستهدف تسليط الضوء على التحديات المناخية التي تواجهها قارة إفريقيا والإسهام في إيجاد حلول جذرية لها، كما ستوفر القمة فرصة للقادة الأفارقة لإصدار إعلان نيروبي بشأن النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ، ودعوة للعمل أو دعوة الدول للعمل في الاتحاد الإفريقي والشركاء الداعمين لدعم تنفيذها. نتابع. نسخة جديدة لقمة من قمم المناخ، لكن هذه المرة هي قمة مناخ إفريقية تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، ويبدو أنها ستكون فرصة لتسليط الضوء على القارة التي من المتوقع أن تعاني أكثر من غيرها من تغير المناخ. اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ تأتي تحت عنوان تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لإفريقيا والعالم، وتهدف القمة إلى معالجة التعرض المتزايد لتغير المناخ والتكاليف المرتبطة به على الصعيد العالمي وخاصة في إفريقيا. وتبحث القمة التي دعا إليها الرئيس الكيني ويليام روتو وتنظمها الحكومة الكينية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، تبحث الالتزامات والتعهدات والنتائج ذات الصلة بالمناخ والتحديات القائمة والجهود التي تبذلها الدول في هذا الصدد. كما ستوفر القمة فرصة للقادة الأفارقة لإصدار إعلان نيروبي بشأن النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ، ودعوة للعمل للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والشركاء الداعمين لدعم تنفيذها.
وسيقام على هامش أعمال القمة أسبوع المناخ في إفريقيا 2023 الذي تنطلق فعالياته من أجل إطلاق طموح جديد لإفريقيا ودعوة لتحقيق شراكات مع دول العالم. وتعد كينيا التي تستضيف قمة المناخ إحدى الدول القليلة في إفريقيا التي ينظر إليها أنها تتمتع بخدمات مناخية متطورة نسبيا إلى جانب جنوب إفريقيا والمغرب. وللمزيد من المتابعة والتحليل بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد المسيح سمعان الأستاذ بكلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك استاذ المشاهدين الكرام. اشكرك جدا، يعني في تقديرك انت اهميه قمه افريقيا للمناخ. الحقيقه هذه القمه بتاتي لاول مره يعني جمع صوت واحد لافريقيا عشان تقدم متطلباتها في قمه دبي هذا العام ان شاء الله في كوب 28، على اساس انه في قضايا كثيره جدا مطروحه. افريقيا يعني لا تمثل بالنسبه لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون باكثر من 4% من انبعاثات العالم، ورغم هذا من اكثر القارات تضررا هي قاره افريقيا. الدول ناميه وفي مشاكل تصحر، مشاكل جفاف، مشاكل يعني نزاعات وغيرها، وبالتالي كيف يمكن توحيد الصفوف وجمع صوت واحد لافريقيا يتحدث باسم افريقيا في المؤتمر القادم؟ هو ده كان الهدف من هذا اللقاء. دي اول نقطه. النقطه الثانيه عمليه الالتزامات والتعهدات الدوليه بالنسبه لافريقيا ومصادر التمويل المبتكره. يعني احنا في كوب 27 اتفقنا واتفق العالم على ان هناك صندوق سميناه صندوق الاستقرار والخسائر، ستضع فيه الدول المتقدمه مبالغ مالية لدعم الدول الأفريقية أو الدول النامية المتأثرة بشكل كبير جدا في بتغيرات المناخ. وكان هناك اجتماعات في مصر خلال هذه الفترة من بعد كوب 27 وحتى الآن، الدول النامية بتجتمع مع الدول المتقدمة لوضع آليات لهذا الصندوق، مدى المتجرر وماذا سيأخذ ومن الذي سيدفع هذه التعويضات أو هذه التمويلات. اعتقد انه في هذا الاجتماع هيبقى فيه يعني مطالبات باستثمارات وتمويلات من الدول المتقدمه حتى يمكن ان نحقق بالفعل المعايير المطلوبه في قمه دبي 2028 حتى يمكن الوفاء بهذا التعهد من قبل الدول المتقدم. ده تقريبا يعني بيدور حوالي الاجتماع، واعتقد الاجتماعات ما زالت شغاله النهارده وبكره، وهيطلع بيان يبين ايه اللي ممكن يعني تقدمه افريقيا في قمه كوب 28. دكتور، يعني القمه بتعقد تحت عنوان تحفيز النمو الاخضر، الى اي مدى في تقديرك يمكن للدول الافريقيه الدفع بهذا الاتجاه؟ افريقيا لديها من الموارد الكثيره التي يمكن ان تتقدم في هذا الملف. عندنا السور الاخضر العظيم اللي بيتعمل دلوقتي علشان يحافظ على المناخ في افريقيا من خلال يعني التشجير وغابات اضافيه. عندنا مشروعات الطاقه الجديده والمتجدده، ويمكن ده برضه من المشروعات اللي يعني هيتكلموا فيها في افريقيا، وازاي تدعم الدول وازاي تخوض مصر هذا الملف. يعني مصر عندها الحقيقه من ثالث دوله على مستوى العالم عندها طاقه شمسيه متجدده في بنبان في اسوان، وعندها خبره كثيره جدا في هذا المجال وهذا الميدان. مصر ايضا قائده في قضيه الهيدروجين الاخضر، احد المصادر الجديده للطاقه الحديثه والطاقه الخضراء، بالتالي سوف يكون لمصر خبره كبيره في هذا المجال، وسوف تمد افريقيا باطر واليات ومساعدات في هذا الملف وهو ملف الطاقه الخضراء. واعتقد ده مسار بتهتم فيه مصر جدا، لان مصر النهارده تهتم جدا بالملف الافريقي ك يعني جذور اساسيه لامتدادنا في القاره الافريقيه.
أشكرك جدا دكتور عبد المسيح سمعان الأستاذ بكلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا. أيضا مشاهدينا الكرام بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور وحيد محمود أستاذ العلوم البيئة بجامعة عين شمس. أيضا دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. دكتور، يعني استضافت مصر في العام الماضي قمة المناخ العالمية كوب 27، إلى أي مدى في تقديرك هذه القمة تختلف عن قمة إفريقيا البيئية، وما الذي يمكن أن تقدمه قمة إفريقيا للمناخ؟ طب خلينا نقول إن قمة إفريقيا أصلا طلعة من عباءة كوب 27، لأن الزعماء الأفارقة اتفقوا إن لازم يكون في كلمة موحدة ورأي موحد فيما يتعلق بالقضايا المناخية، وخاصة فيما يتعلق بالقارة الأفريقية. وعليها كان في اجتماع للاتحاد الأفريقي في أغسطس الماضي يعني عام 2023، وحضره معالي الرئيس السيسي، وده كان الاجتماع الخامس النصف سنوي، وفي تحدد بالفعل إقامة هذه القمة في سبتمبر، وفي نفس الوقت اللي احنا بنتكلم عليه من 4 ل 6 سبتمبر، وأعقب اللقاء بتاع أغسطس لقاء مكمل لوزراء البيئة الأفارقة عشان يحطوا الأطر المكملة. إذن كوب 27 فتحت الباب لبداية الشراكة الأفريقية بكلمة موحدة عشان يبقى لهم صوت واحد يقدروا ينقلوه لكوب 28 وياخدوا حقوقهم. الفكرة في الحقوق بتاعتهم اللي احنا بندور عليهم ان القارة الأفريقية قارة مظلومة، وعلى الرغم من الظلم اللي واقع عليها بسبب التغيرات المناخية الدائرة اللي تسببت في مشاكل ومجاعات وفيضانات وتصحر وتملح للتربة وشح في المياه ونقص في الطاقة، كل ده كانت محطوطة في أذهان القادة الأفارقة وعلماء البيئة المهتمين بحل القضية المناخية، وأعلنوا بالفعل أن في هذه القمة يمكن حل مشاكل العالم فيما يتعلق بمشكلة المناخ وتغيره من خلال عملية النمو الأخضر اللي ممكن تحصل في أفريقيا. قالوا إحنا ممكن نحل مشاكل العالم بس بشرطة ساعدونا في أن إحنا نوطن الطاقة الجديدة والمتجددة على الأقل 50%، وده اللي حيعلن عنه في إعلان نيروبي، 50% من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تقدم إلى أفريقيا. أفريقيا فيها 1.2 مليار مواطن حاليا، من المتوقع على عام 2050 أنهم يضعفوا، يعني هيزيدوا عن 2 مليار، فدي قوة ضاربة في العالم. ده رقم واحد. رقم اثنين، احتياجهم للطاقة يمثل احتياج شديد جدا جدا، واحنا عارفين ان الطاقة الجديدة والمتجددة بتعتبر هي العامل الاساسي في التخفيف من الاثار التغيرات المناخية. وبالتالي هيبقى هام جدا ان احنا نعمل عمليات تنمية خضراء في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بانواعها المختلفة، عمليات التشجير اللي أثار إليها الزميل الدكتور في محادثته السابقة برضك مهمة جدا جدا جدا، لأن أفريقيا فيها 60% من الأراضي الصالحة للزراعة وللاستثمار، وده بيمثل سلة الغذاء للعالم في الوقت اللي كل العالم بيعاني من شح الغذاء ونقصه بشكل كبير لأي سبب من الأسباب، سواء بسبب التغيرات المناخية أو العوامل الجيوسياسية اللي حصلت في العالم كله. وبالتالي دي نقطة مهمة. الحاجة الثانية والأهم أن القارة الأفريقية فيها على الأقل 40% من الثروات المعدنية اللازمة لإنشاء كل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، منها المنجنيز، منها الكوبالت، منها البلاتين، حتى اليورانيوم. احنا شايفين ان في صراعات عليه في الدول مع فرنسا وغيرها. معنى كده ان مجالات الاستثمار في افريقيا النهارده الخضراء والمستدامه هي المفتاح الاساسي لحل كل مشاكل العالم. الحاجه الثانيه والاهم ان مشاكل الصحه اللي بتواجهها الشعوب الافريقيه واهالي
والمواطنين اللي عايشين في أفريقيا، في عندنا بسبب انتشار الأمراض والأوبئة والمجاعات وتلوث المياه وتلوث الهواء والتربة، كل ده بيؤدي إلى تفاقم المشاكل وإلى حدوث كثير من الوفيات، وبالتالي هيحصل تركيز كبير جدا على لأول مرة أفريقيا هتطالب بدمج ما يتعلق بالصحة مع الحديث على تغير المناخ. فهنجد أن في الأجندة إن شاء الله من إعلان نيروبي هيتم الاتفاق على إدراج الصحة مع المناخ وتتحط الاستثمارات اللازمة ليها، زي ما أشار الزميل الفاضل سابقا أن في عندنا مشاكل خاصة بالتمويل وخاصة ما يتعلق بالتكيف. مشكلة التكيف هي المشكلة الأساسية اللي أفريقيا بتعاني منها، لأن غالبية التمويل اللي جاي سواء من الصندوق الأخضر أو من صندوق التعويضات والخسائر كلها بشكل عام بتندرج تحت مشروعات التخفيف، لأن مشروعات التخفيف تعتبر مشروعات استثمارية، أما مشروعات التكيف فبتلجأ إليها الحكومات عشان تساعد شعوبها. وبالتالي مهم جدا أن يكون في اتحاد واحد بيطالب بأن مشروعات التكيف على الأقل النسبة بتاعتها في المشاركة العالمية من التمويل توصل إلى على الأقل 70%. لك أن تتخيل والسادة المشاهدين يتخيلوا أن الأمم المتحدة بنفسها أعلنت أن أفريقيا محتاجة 3 تريليون دولار حتى عام 2030. إحنا كل اللي ممكن يحصل إلى أفريقيا ويخصص إليها لا يتجاوز 700 مليار دولار لحتى 2030. يعني إحنا عندنا في فاقد كبير جدا ونقص كبير جدا في عمليات التمويل. كل ده إحنا محتاجين إن إحنا نعوضه بأي شكل من الأشكال من خلال اتفاق القادة ومن خلال اتفاق المفوضية الأفريقية ومن خلال اتفاق المفاوضين، لأن إحنا عندنا مجموعة مفاوضين حيرأسوا الجلسات في قب 28 وحينقلوا إعلان نيروبي بشكل كبير جدا. أنا بشكرك جدا دكتور وحيد محمود أستاذ علوم البيئة بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا. بكده مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه المتابعة التحليلية التي دارت حول اجتماعات مجلس جماعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وحول قمة المناخ الإفريقية. على رأس الساعة نشرة إخبارية مفصلة في أمان الله.